حدثنا قتيبه بن سعيد حدثنا مغيره بن عبد الرحمن القرشي عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختتن ابراهيم عليه السلام وهو ابن ثمانين سنه بالقدوم تابعه عبد الرحمن عن ابي سلمه حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب حدثنا ابو الزناد وقال بالقدوم مخففه تابعه عبد الرحمن بن اسحاق عن ابي الزناد وتابعه عجلان عن ابي هريره ورواه محمد بن عمرو عن ابي سلمه